بلغ الطفل 3 سنين يقال له قل لا إله إلا الله. أتصور هذه الرواية ما فيها عقد سلبي، يعني لا تأخر القضية عن هذا العمر، وإنما التقديم ما في إشكال. إذا في سنتين تتمكن أن تقول له قل لا إله إلا الله، هاي العقائد أدخلها في روعه وفي جنانه، إذا تتمكن افعل ذلك. إذا بلغ 3 سنين يقال له قل لا إله إلا الله، ثم يقال له حين يتم له 3 سنين و7 أشهر و20 يوما قل محمد رسول الله. فإذا تم له 4 سنين قيل له قل صلى الله على محمد وآله. ماكو وقت، ولكن أشير إلى نقطة حقيقة، هذه مو روايات، هذه إعجاز. هذه الكلمات تطابق آخر ما توصل إليه علماء النفس وعلماء التربية. أذكر لكم المصدر، الكتاب موجود، أخذ الكتاب وطالعوا. اسم الكتاب علم نفس النمو، هذا الكتاب أخذوه من المكتبات. دكتور مو في هذه المجالات، على رأس لكاتب طبقا لآخر المكتشفات، يقول علماء النفس وعلماء التربية اكتشفوا أن الطفل في الربيع 3 يستطيع أن يستوعب الجمل القصيرة اللي مكونة من 3-4 كلمات، عندما تحفظ يحفظ يستوعب. هذا في الربيع 3، يبدأ هذه الحالة من الربيع 3. لاحظوا الرواية، إذا بلغ 3 سنين يقال له قل لا إله إلا الله في الربيع 3. وفي العام 4 يذكر هذا العالم، الطفل يبدأ تبدأ عنده القابلية باستيعاب الجمل من 4 إلى 6 سنوات. لاحظوا الجملة، فإذا تم له 4 سنين قيل له قل صلى الله على محمد وآله. عندما عمر 3 سنوات تقول له جملة بسيطة، وعندما يكبر شوية الجمل تكون أكبر. حقيقة هذه الرواية وحدها تكفي أن تكون إعجازا للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تم له 6 سنين صلى وعلم الركوع والسجود.